ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. عامين سعودي سائق نقل مزدوج تنتوفر على جميع أنواع البيرمي. كنت جاي من توجطات وغادي ندخل بحالتي المكناس، فت المركب ديال البركة من مورايا كار، وفي جنبنا الاخر في الكوطي الاخر ديال الطريق كاين كار واحد اخر، داك الكار بقى تيشوف فيه وجا دخل عندي انايا، دخل لي اللور في الطنوبل. هذا هو اللي كاين، قراطيت على الناس اللي خارجين من داك الكار اللي في الكوطي الاخر، قراطيت باش نقسم الفيتاس حقاش الناس كاينين في الطريق. جا السيد الاخر دخل فيا من ورا بلا موبالات بلا والو، جا نطن ضربني، عندي جوج الناس مضروبين، عندي انا مضروب، لا اله الا الله وصافي. وشحال الناس كانوا راكبين معاك؟ راكبين معايا انا ثلاثه ديال الناس. واش هو الحال؟ جوج خدامين معايا وواحد كاع سمح في راسه وزاد هذاك ما تقاش شي واحد كاين شي حوادث؟ كاين حتى قاسوا لي جوج ديال الدراري، واحد مهرس من كتفه وواحد مضروب في راسه وانا مضروب في راسي. هادشي اللي كاين اخويا. ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.